أشباه نجمة بعد. أنت الجلاسي نجم يا نجم يا نجم يا نجم. جميلة اسكت عاد اسكت اسكت بكافة تخبيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ها لقيت نجم؟ إيه بالله يا طويل العمر، نجم عند فصل بنت شافي. الحمد لله، خلنا نمشي. وين تمشي وين رايح؟ ودي أروح أشوف نجم. اترك نجم عند فصل. يا طويل العمر، ما يصير أترك ولد عمي عند الناس. من هم الناس يا غانم؟ هذا بيت شافي، وشافي ولد عم كساب، وأنت تعرف هالحكي. عارف، بس أنا ولد عمه وأبدأ به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعدين وين انت الحين يا اخوي؟ وين؟ معقولة ارجع للديرة بليا؟ اللي صار لك يا نجمة. وين انت يا اخوي؟ وين انت يا نجم؟ وين؟ نجم وده يقعد مع فصل، وبعدين هو اللي جانا ما حنا اللي جبناه،
خلوه يقعد يومين وبعدين يصير خير. أنا الود أعرفه ليه نجم رافض يقعد عندي. ما ظنيت إنه يفكر بهالشيء. عاد ليه يجي بنفسه ويطلب إنه يقعد عند فصل؟ حنا ما ضايقناه. عز الله إن أمي تعزه مثلي وأكثر. أمك ما تقصر وأنت ما تقصر بعد يا غانم. هذا عيل وما بلزوم نلومه على تصرفاته ونجبره على شيء هو ما وده إياه. خلوه يومين وبإذن الله ما يصير إلا كل خير. زين زين. تعال يا حبيبي نام، هذا أنا فرشت لك. شنام هان؟ لعد وين تنام؟ بالديوان مع رجال. الديوان ما أبو أحد، أبوي ونصار عند الشيخ وللحين ما لفوا. ما يهم شيلي أنا رجل. حاضر. أقول يا غانم. قولي يا أمه سامعك. وش رايك نرحل يا ولدي؟ نرحل؟ ليه نرحل؟ إيه يا ولدي نرحل، وانت تعرف أمك زين ما تحب المشاكل، وأنا شايفة إن الكل نسي سالفة نجمه مع الرجل، حتى أنت نسيتها. وأنا أقول أروح أقعد بديرة أخويا صفوقة كم من يوم، لأني ما أحب أظل بسواد الوجه. يما يا هداك الله، السالفة سالفة نجمة مع الرجل اللي شافه الشيخ وما حد نسيها. عز الله يوم إنه تذكرها ما شوف الفضة. تراني كرهتها من هذاك اليوم، وإن شاء الله إنها ما ترجع للديرة وتروح بشرها، لأنها جابت العار لعمه كساب وله كمان. يعني أنت يا غانم مصدق أمك؟ وليها كذبك؟ ما هو الشيخ شاف الرجل بعيونه. ما هو الشيخ هاي اللي دافع عنها بعد، وشافي ياخذ العيل ويقعده عنده. يمه نجم هو اللي يحب يقعد عنده. وانت مصدق هالكلام؟ شافي تحتاني ما يتأمن له. اسألني أنا. يا هلا يا هلا. يا هلا بيكي. الله يمسيكم بالخير. يمسى الخير. يمه بدنا نشرب الشاي من بين ايديكي. حاضر عمرك يا اختي. والله يا ريت يا مرت خالي كوبايتين شاي منتزات، بس تحطيش عليه النعنع. تفضل ارتاح يا عمار ارتاح. الله يزيد فضلك. هاي جميلة، ان شاء الله شاورتي حالك. انا مشاورة حالي بس بصراحة مش مصدقة. ايه شلون يعني؟ كيف مش مصدقة؟ يعني يا عمار ما انت شايف حالنا؟ هذا احنا بنشتغل عند المختار عشان نسد الدين اللي علينا، وانت بصراحة طفران، كيف بدك تعيشني؟ ايه افا عليك يا جميلة، انا مستعد ادفع للمختار حق الدار وحق الارض بعد، ومستعد افرش لك الارض ذهب. انت اطلب المهر اللي بدك اياه بس، وما عليك. منين يا حسرة؟ ما انا عارفتك وعارفة راس مالك. ايه يا جميلة، ربك سبحانه وتعالى ما بنساش عباده، الله من فوق فتحها علي ومعاي نيرات ذهب. اقول لك، شايف الكيس هذا مليان نيرات ذهب؟ لا 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 لا، انت حاطط بالكيس حجار وبتقول ذهب. ايه كيف؟ اقول لك افتحي اذا مش مصدقه.
لا بالله انه صادق يا جميلة. هذا الكيس به نيران ذهب ومرسوم عليه هلال ونجمة بعد. هذا تعابي وشقى عمري وكله تحت أمر جميلة. أنا مهما قدمت لها بظل مقصر معها. المهم أنها ترضى تتجوزني وأنا مستعدة أفرش لها الأرض ذهب. يا نيالك فيه يا جميلة. ها هذا الكلام اللي بيعبي الراس. اقنعيها عقليها خلها تعرف اني انا بدي مصلحتها. بدي اياك تصيري ست ستات بدل ما تظلها ذليله بشغلها عند المختار. بصير خير يا عمار بصير خير. بس هذول نيرات كثار منين جبتهن؟ ايه يا جميله بقول لك الله رزقني سبحانه وتعالى. انت بدك عنب ولا تكاتل النطور؟ لا يا عمار لا انا ما بقبل نتزوج بمال حرام. ايه مال حرام كيف؟ بقول لك هذا مال حلال وانا مستعد احلف لك اني ما سرقت. لعاد لقيتهن بالخلا؟ لا هذول اخذت نجره من الناس تعبي وحتى عمك جوال بيعرف بالحكي هذا. وانت شفت عمي جوال؟ شفته وقال لي سلم على جميله وعلى امها بعد. الله لا يسلم في مفصل. باع ارضنا ورحل. وهالحين يا جميله شو قلتي؟ بإيش؟ إيه قال بإيش؟ بجيزتنا يا بنت الحلال. خليني أفكر هسا. خلها تفكر يا عمار. هذا جواز مو لعبة. زين فكري زي ما بدك بس لا تطولي علي. خاطركو الله معك. جميل قلتي لي عمش اسمه جوال؟ أيوة ومرته اسمها حربية. مسكينة صابرة على المرمطة. جميل عمك موجود بديرتنا وانا خايف ان له علاقة بضياع اخوي وعمار شريك معه. شو بدك اساوي؟ بساوي. اريدك تروحي بيت عمار وتعرفي منه منين جاب المصاري وش علاقة عمك معه. لا يا نجمة لا انا ما اقدر اروح لدار عمار بالليل ولحالي. لا تخافي لا تخافي. نرسم خطة ونتفق على رأي. يا اختي عقبك ما جاني نوم ابكي عليك وعلى ام الحنونه. انا يتيم من الوالدين محروم عليك دمع العين حرق جفونه. معقول معقول ان اختي نجمه عايشه؟ انا خايف انها ماتت مع امي وما يضحكون علي. يا نفس يلي عن الزهد صامت ويا عين يلي لتش عن النوم شغطوم. يا دموع العين فوق الخد سالت. ويا قلب يا قلب ارفق بحالي على الهم. نجم علامك يا حبيبي. اختي نجمة ان شاء الله باكر تلفي. لا أنت تكذبوا علي أكيد أختي ماتت مع أمي. لا يا حبيبي صدقني إنها ما ماتت. عاد وين هي؟ لا ترمينا بالحجارة يا أخوي. ليه؟ لا تهد بيت أبوي. بيت أبوك الشيخ آمر. الشيخ قال نهده ونطويه ونحطه جنب بيتنا. لحين ما تجي أختك نجمة. أنا أفكر غانم اللي قالك تهدوه. هو غانم يقول هدوا البيت ونهده. والحين راح الفصل خلها تجي تلم أغراض أختك نجمة. يلا بسرعة.
غانم يا غانم. علامك علامك يمه، خلني مرتاح. قوم قوم شوف الرجال قاعدين يهدوا بيت عمك وقاعدين يطبوه. ايه من هو اللي يهد البيت؟ انا موجود. شفت نصار معهم؟ هالحين اروح اشوف وش السالفه، يجوز الشيخ مرسلهم. الشيخ مرسلهم؟ الرخم صار صقور، يا خساره ترباتي بيك. خير يا نصار، وش السالفه؟ ودك تورثنا وحنا طيبين؟ يلا خير، وش فيك زعلان يا غانم؟ قلب الاول، من هو اللي قال لك تهدم بيت عمي وانا موجود؟ الشيخ هايل هو اللي قال. قال هدوا البيت وصفطوه وحطوه جنب بيتنا. ولا تهدموه عشان حرمه غايبه ما ظل منا حد. يا اخوي روح للشيخ، واذا قال خلوه نبني لك من جديد. اروح له؟ لا ما اروح له، اروح للشيخ. هلا هلا ابو نصار. وانا جاي، شفت غانم جاي لهاد وكاد معه سالفه. يمكن معترض على طوي بيت نجمه. يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا تفضلوا على فراش. أشوف الرجال يطوى بيتنا طال عمرك. بيت كنتو؟ إيه قصده بيت عمي كساب. إيه قوله هيك بيت عمك. أنا اللي قلت للرجال يطوه. اسمع يا غانم، الشيخ هايل وده يطوي البيت ويصفته لجل ما يقطعوا الهوى وحتى تلفي راعيته. بس المفروض الشيخ يطلب مني أنا اللي يطويه. وانت وش دخلك؟ وشلون وش دخلني؟ ما هو أنا أولى واحد بيع عقب رحمة عمي؟ أولى واحد لو عمك ما عقب، لكن عيال عمك موجودين هم أصحاب الرزقة. هذا ودك تقسم بيننا طال عمرك؟ لا يا غانم، أنا ودي أحافظ على بيت نجمة وحلالها حتى ترجع. نجمة حرمة، ونجم هو الرجل وهو الموجود. أنتو شل تريده بالضبط؟ اللي أريده طال عمرك أن أخذ البيت وأطويه وأشرف على حلالهم بعد. لا يا غانم، البيت والحلال عندي وأنا المسؤول عنهم بغيابها. ليه؟ أنت أمن مني عليه؟ هذه وصات نجمة يا غانم. نجمة قالت هيك؟ إيه قالته الشافي والرعيها بعد. وأنا أقول الراعي بعد منافسهم حمضة. اسمع يا غانم، أنا عديت الحلال وإذا ودك تعده ما عندي مانع، لكن أنا المسؤول عن كل راس يروح منه. لا بالله ما عده، إذا نجمة تريد هيك ما يخالف. نصار قال لي إنه البيت حفظناه وحطيناه جنب بيتنا. أحسن، ترى اللي عمله الشيخ صحيح. وين نجم؟ نجم راح معنا صار عند الشيخ. وش رايك بكاسة شاي نشربها سوا؟ قومي ساوي، خلينا نشربها سوا. زين. وبعدين أنا أدور من جال وجميلة أدور من جال وبلية فايد. وش أساوي الحين؟ وش أساوي؟ خلنا ننتظر جميلة وبعدها نروح. لزوم ارجع لديرتي بعد. عمار؟ عطا؟ هلين هلين عطا. اخوي مسعد صار له غايبه كم من يوم عن القريه، انت ما شفته؟ عطا؟ اخوك مسعد ما شفته؟ وين بدي اشوفه يعني؟ ما شفته. اسمع يا عمار، ما تفكرني مهبول. احطك بالبريق واطلعك من بعبوسها. دائما اخوي مسعد يظل معك وانت تعرف وين راح. يا عطا يا عطا، يعني اخوك انا مخلف ونسيه؟ وين بدي اشوفه؟ شايفه طول النهار رايح جاي معي. حبيبي الله يرضى عليك، ترى مش فاضي لك، حل عني وراي شغل. بسيطه يا عمار بسيطه. سوي الهواي، شو بدك تسوي يعني؟
عمار؟ يا عمار؟ خير، شو فيه؟ المختار بده اياك. المختار بده اياني؟ ليش؟ شو فيه؟ ما بدري، تعال معي وانت بتعرف. اكيد بتعرف، قل لي شو فيه؟ قلت لك ما بعرف، وانت لويش هيك خايف؟ انا مش خايف. قل لي منو في عند المختار؟ اهل مسعد. قلت لي اهل مسعد عند المختار؟ طيب روح انت اسال عند المختار وانا كمان شوي بلحقك. روح. لا، المختار قال لي اجيبك معي، خلصني. طيب خليك شوي بس، خليني البس وعي. ها ان شاء الله لقيتوه. لا يمه، ما لقيناه، ما خلينا بدوي بالسوق الا وسالنا عنه. الله كريم، يجمعك الغريب بحبيبه. يمه ترانا جعانات. ابشروا بالخير. ما ظل علينا الحين غير عمار، ودنا نعرف شلون حصل على كيس المال. ولا يهمك يا خيتي، الليلة بنعرف كل إشي. أنا لزوم أروح لديرتي. خليكي يا كم يوم، يمكن ربنا يبعث ناس وتسأليهم. وراي ديرتي وحلالي وربعي وما عندهم أحد. ولي بروكا بيتش، كل يوم تطلع وتنجدي عن أخوي، وأنا ما توخر عليك. يا رب يا رب يكون أخوي رجع. الله يجمع شاملكم. يا رب يا رب يسمع منك. خلنا قاعد هان لما يفض الليل وادخل القرية وما حد يشوفني، وامسك عمار مسك اليد. يعني صار لك مدة ما شفته يا عمار؟ ها؟ وين بدي اشوفه يا مختار؟ بس هو صاحبك عمره ما فارقك، احنا قلنا يجوز انك عارف وين راح. يا جماعة صدقوني ما شفته ولا بعرف وين هو. انا شفته هو طالع من القرية وكان معه عمار، وبالعلامة مروا على صالح واخذوا من عنده زواده. صحيح الحكي هذا يا عمار؟ لا انا صحيح يا مختار، انا كنت رايح للمدينة، كان في عندي شوية شغل، مرقت على الدكانة واخذت زواده وبعدين نزلت للمدينة. العاد وين بده يروح؟ مسعد اخوي لازم يبين، صار غايب عن قريته كثير ولزوم نعرف وين هو. توكل على الله يا عطا. بعدين انت عارف مسعد هاي اطباعه دايما بغيب عن القرية، فانا بقول يعني خلينا نصبر لنا كم من يوم. بس يا مختار مسعد يغيب يوم يومين ثلاثة، بس عمره ما تأخر اكثر من هيك. وين بتروح يعني؟ كل ثلاثة اربعة ايام وببين برجع. وهسا يا مختار بدك مني شيء؟ روح يا عمار. يلا السلام عليكم. عمار خير يا مختار. الفرس اللي جيت عليها قبل ايام من وين يا عمار؟ ها؟ الفرس شريتها من المدينة يا مختار. طيب روح يا عمار. تفضل يوم، هذول خمس دنانير ذهب عشان نسد المختار بعدين. ضحك عليك يا عمار. اي عمار يما، هو انت مصدقة انه عمار يقدر يضحك علي بدنانير الحرام؟ مدام عارفة دنانير حرام ليش تاخذيهم منه؟ لا يما لا، اطمني الدنانير ما هن من عمار. لعد من وين جبتيهن؟ من نجمة يما، من نجمة اعطتني اياهن عشان نسد ديننا بيهن. يا خالة الخير واجد والحمد لله، خذ الفلوس وسد الدين اللي عليك. يا بنتي انت غريبة والمصاري يلزم منك اكثر منا. معليش مني يا خالة،
قلت لك الخير واجد. يمه ضبي الفلوس، نجمة ما راح تقبل تاخذها. لا عاد اروح اسد المختار. لا يمه لا، مش وقته، نسده بعدين. وهسا انا بدي اعمل لكم كاستين شاي. لا اقعدي، انا بقوم اعمل لكم شاي. الله يسامحه عمي جوار، لو ما باع الارض والدار كان ما صار بينا اللي صار. جوال الحين دواجب عربنا وكل بيعه بالغش، لكن شيخنا بن حلال ما يحب يقطع رزق احد، وقال لاهل الديره اللي ما يعجبه بيع جوال يروح يشتري غرضانه من المدينه. اللي ضاري على الغش ما يتوب، جزاته على الله مثل ما باع أرضنا ودارنا وخلانا نشتغل عند الناس عشان نعيش. مال الحرام ما يدوم. خليني اروح انا الثاني. اقعدي يا حربين اتسلى، وين بدك تروحي؟ زين خليني اقول لك ليه جوال ما يحب يسمع كلامي. يا غانم لا، أنت اللي ودك تارث الناس وهم حيين. أنا يا طويل العمر؟ إيه أنت. الحلال هذا حلال نجم، والبيت بيته، وحنا من واجبنا نحافظ على حلاله وبيته حتى يكبر، وبعدين هو حر برايه. يا طويل العمر أنا أقول إني هبده من شافي بولد عمي، وأنا ودي أدير بالي عليه وعلى حلاله. أنا اللي أقرر هالحكي ما هو أنت. أنت لو من أول محسن علاقتك مع عيال عمك ما حوجتنا كل هالشيء، كان الحين نجمة حليلتك وبيتك. لكن أنت طوعت أمك، كلمة تقول لك كلمة وإنك تركض مع وجهها. سويتني مهبول. لله ما أنت مهبول، بس محكوم لأمك. ونهاية الهرج؟ نهاية الهرج حال نجم ما تقرب له ولا تجيه، ولو أعلم وأدري إنك جايه عقابك عندي. هذا ودك تحكمنا بحلالنا يا شيخ؟ سامع؟ سامع يا شافي؟ هو ما قال شيء يا شيخ، هو بس زعلان على الحلال. ارخص لي يا شيخ ودي اروح. شافي انت اللي قبلت تكون وكيل على حلال نجمه، وانت المسؤول عنه، هذا مانا. توكل على الله يا شيخ، الأمانة غالية وإن شاء الله أقدر عليها. نسلم عليك. مع السلامة.
عمار يا عمار. هذا شو اللي جاوب هالليل؟ فوت يا جوال، فوت يا خالي. مساء الخير. مساء النور. اي ودك تقول لي قعد؟ منصور جوا الدار يا خالي، بس مستغرب جيتك علي بهالليل. جاي بارك لك بالفرس الجديدة. الله يبارك فيك. لا يا خالي ليش واقف؟ اقعد اقعد اسوي لك كوباية شاي ما صارت. اقعد استريح يا خالي اقعد. اي اقعد. نجمة نجمة انا خايفة، عمار ما له امان. لا تخافي انا واقفة عندك على الباب، واذا شفتي منه شيء ارفعي صوتك وانا بلحظة اكون عندك. ماشي. نجمة على بيتش. هذا حمار، عمار عنده ناس. هذا حمار عم جوال. وش العلاقة اللي بين عمار وجوال؟ تعالي تعالي خلنا اسمع كل شيء. الفرس هذه فرس غانم، والبارودة خذاها مسعد. مسعد؟ وين شفته مسعد؟ لا أنا ما شفته، اللي شافه غانم. وغانم بعد وين شافه؟ شافه ميت بالخلاء، ادفنه وخذ باروته. مسعد ميت الله يرحمه، أنا أعطيته حصته وروح. لعاد مو أنت اللي ذبحته؟ يا ابن الحلال شلون أذبح خويي؟ ها؟ بعدين الله يرضى عليك، سيرة مسعد صارت تغث بالي، لا تجيب سيرته قدامي بالمرة. هذا الحكي ما علينا منه. نجم رجع. وش تقول؟ أقول لك نجم رجع، وهذا هو موجود بالعرب، والناس اللي دفعوا المال ودهم إياه. المال تقاسمته أنا ومسعد، وحصتي تصرفت بيها. تصرفت بيها؟ تصرفت بيها وين يا عمار؟ خلاص يا جوال، تصرفت فيها وخلاص. يلا يا جميلة، خلاص اللي ودنا يا سمعنا. يلا يا خيتي. قولي لي عمار وين يربط فرسه؟ يربطها ورا الدار. لزوم أشوفها. يلا يا خيتي. هذه الفرس. فرس ولد عمي غانم. يلا يا خيتي يلا. رجع، كان لازم تخلصوا عليه. الحق على مسعد. أيوة الحق على مسعد، هو اللي قال حرام اتركه تاكلوا وحوش الخلا. اسمع نجم، له اخت اسمها نجمة وطلعت تدور عليه. وللحين ما رجعت، ودك تدورها وتذبحها ولا ترجع لي كل قرش خذيته مني. قول لي نجمة تركب خيل؟ اي تركب خيل ومسلحة بعد، واذا ما درت بالك تراها تذبحك. هي ايوه هي، ما فيش غيرها. هي وش اللي هي؟ نجمة بيت اخوك. وش تقول؟ واحدة بدوية عن صالحة وبنتها. زين لحد مهمتك هانت، وانا لزوم اسري واروح الديرة، وانت تخلص منها. اطمن اطمن وحط ايديك وجريك بمي باردة، واعتبر نجمة. بس اسمع، أنا لزوم أشوف فرسها الحين. أنا عارف فرس نجمة، أحسن ما تذبح لك واحدة برية بعد. ولا يهمك، تعال معايا أفرجيك الفرس. تعال ارتاحي يا خيتي ارتاحي اقعدي. صدقيني يا خيتي أنا حاسة بيكي، وبعرف إنك متضايقة، بس المهم هسه الحمد لله على سلامة أخوكي. الله يسلمك، ولو اني ماني مطمنه من كلام جوال.
طيب وجوال ليش يكذب على عمار؟ يجوز لاجل ياخذ الفلوس. انا لزوم اروح حالي واعرف وش الاخبار. طيب يا خيتي هسه خليني اسوي كاستين شاي. كل اللي قاعده يصير يا حير، يا ترى منهم الجماعه اللي دفعوا فلوس لاجل يخطف اخوي نجم؟ معقول يكون غانم امه؟ لا ما ظنيت غانم يساويها. المهم ان اخوي نجم رجع للديره وهذا الشيء ريحني. احمدك وشكرك يا رب. علينا هذه فرس نجمة بنت كساب. أسمع الحين مالك عذر، الصيدة صارت بين يديك. أنا ودي أروح أخبر الجماعة إنه خلصنا على نجمة بدل أخوها، وإن شاء الله إن شاء الله إنهم وافقوا ويقتنعوا. ماشي، بس أنا لي عندك طلب يا جوال. طلب؟ وش هو؟ ما بدي أحد من أهل القرية يعرف إني ترافقت أنا ومسعد، وبالأخص أهله. أنت عارف هذول بلشة. بعدين اليوم المختار طلبني، بشك إني ترافقت أنا وياه. بدك الصحيح، أنا مش مرتاح للي صار. عقلي صار يجيب ويودي. اطمن، ما حد راح يعرف، بس أنت سو اللي قلت لك عليه وخلص على نجمة. زين، وأنا مستعد باللي بدك إياه، واعتبر نجمة من الليلة راح تتسلم على أبوها وأمها. يعني خلص أقول الله يرحمها وأقرأ عليها الفاتحة بعد؟ اسمع، أنا بدي أسري هسا حتى ما حد من أهل القرية يشوفني. القعدة هاي ما يقعدها غير الضعيف اللي ما بيده حيلة. يا ولدي اللي ما يقف الحقه يضيع. ونجمه ونجم عيال عمك، وانت بدأ بحلالهم من الغريب. يمه وش ودك يا نساوي؟ انت متى بدك تصير رجل؟ انت لزوم تروح عند شافي وتجيب البيت اللي طواه وحطه جنب بيته، وتجيب ولد عمك بعد. يمه شافي هدى البيت وحطه عنده بأمر الشيخ. ليه؟ هو الشيخ هاي اللي بده يحكم ويرسم على كيفه؟ وانا وش طالع بيدي يمه؟ لعاد تروح تجيب ولد عمك وتخليه يعيش عنا هان، وتخلي حلالهم يروع عنا بعد. ارجاك يمه خلني بحالي، ولا هج واروح لديرة ثانية. اللي بيشوف مصيبة الناس بتهون عليه مصيبته. كنت بفكر انه ما حدا ابتلى مثلي ومثل امي. عمي الله لا يسهل عليه، باع ارضنا ورحل وتركنا وحدات، ما إلنا حدا غير ربنا. والاصعب من كل هذا يوم يكون الدق من أقرب الناس لك. وإحنا دقتنا إجت من أقرب الناس لنا، من عمي اللي بمقام أبوي والمفروض إنه يحمينا ويدافع عن حقوقنا. وأنا خايفة إن بلوتي مثلك، أخاف إن ولد عمي هو اللي سرق مالنا وانطال جوال عشان يخلص على أخوي. معقول؟ معقول في ابن عمي يساوي هيك قصص؟ هذا اللي مخوفني. وادعي ربي ان ولد عمي يكون بري، لان اذا خيرته سند لي ولاخوي. جميل، انا لزومه مش هالحين. هسه بالليل؟ لا يا خيتي اصبري للصبح. ماني قادره اصبر بعد اللي سمعته. ارجعك
أرجعتش خياتي لهدومي. والحين يا عمار، كيف بدك تخلص من نجمة وهي عن جميلة؟ بسيطة، ما في شي صعب عليك يا عمار. ترصد لها، تطلع من عندها هذيك الساعة وخلص عليها. نجمة، حطيت لك الأكل والمي على الفرس. مكثورة الخير يا جميلة، إن شاء الله نتقابل بخير. إن شاء الله. نسلم عليك. الله معك، الله معك، ديري بالك على حالك. ليه ما تنام يا نجم؟ ما جاء عبالي نوم. أخديك جيعان، أجيب لك الزاد. لا ماني جيعان. تعال يا نجم. ودي أختي نجمة. تعال يا نجم، وين ودك تروح؟ خير يا نصار، وش اللي صار؟ نجم يبا. علامة. ودي أختي نجمة. نجم، يا نجم ليه ما أنت راضي تصدق أن أختك طلعت تدور عليك؟ نجم يا ولدي، أختك نجمة ما ينخاف عليها. كلها يوم أو يومين وتعاود للديرة. توكل على الله. أنا ماني مطمن، خاف صرها شيء. تعالي يا نجم، تعالي يا حبيبي. خذيه يا فصل.